خلينا نذهب لأبطال أفريقيا بقى، اللي هو يعني بقى في توقعات أنه ربما يكون مصري الأهلي حسم الوصول للنهائي يوم الجمعة، يوم الأحد القادم الزمالك والرجاء في الإياب في القاهرة. توقعاتك أنه ممكن فعلا النهائي يكون مصري بالأهلي والزمالك؟ وليه لا، اتمنى من كل قلب طبعا يكون النهائي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. مبروك للنادي الاهلي الوصول للفاينل. لسه نادي الزمالك عنده موقعات صعبه جدا، لان الامكانيات الفنيه لنادي الرجاء اعلى بكثير جدا من الامكانيات الفنيه اللي موجوده عند فرقه الوداد. الرجاء عنده مدرب وطني ممتاز، عنده لعيبه تحت راس الحربه عبد الهلال حفيظ ومحسن متولي وسفيان رحيل وايوب مناح، وكمان راس الحربه بتاعهم فدين مالانجو، لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا. اتمنى ان الزمالك يلعب بتركيز عالي جدا، وخصوصا ان طارق حامد عنده انذارين، وده ممكن يكون ليه نسبه سلبيه عند لعيبه نادي الزمالك، وبالتالي اتمنى يكون في هدف نادي الزمالك في بدايه اللقاء ممكن يوقف كتير جدا الرجاء. ولكن كل ما بيعدي الوقت وجهه نظري ممكن يكون لمصلحه نادي الرجاء. اتمنى من نادي الزمالك التركيز التوازن، نص فرصة مهمة جدا للفريق، بعض اللعيبة عندها الإمكانيات العالية جدا، يستغلوا كمان الإمكانيات اللي موجودة عند أشرف بن شرقي، عند أوباما، عند مصطفى محمد في كرة من الكرات اللي بتوصل على الهجمات المرتدة. محتاج توازن، محتاج تركيز عشان نشوف نهائي مصري كبير جدا على استاد القاهرة بإذن الله. نتمنى ذلك.